تسلم يا عنتر. الأصول ده انت استاذ الفهلوه والتخطيط اللي علمتنا ازاي نستعد وليه وامتى نضرب ضربتنا. كنت شايف قدامي مجنون والنار عمياني. طب ناوي على ايه دلوقتي يا سيد المعلمين؟ الواد اللي اسمه نطاط داير في كل حته على كل المعلمين يحكي ويتحاكى. الواطي هيفضل طول عمره واطي. اه الواطي ده بقى اسمه النطاط بيه. تقصد ايه يا واد؟ ما يقصدش يا سيد المعلمين، يا سلامه، هو بس غيران عليك وعلى شغلنا. لازم تفهم ان السبع مهما كبر وعجز اسمه في الاخر سبع. العسال اللي نبته هز شوارع وحواري مصر هيرجع يهزها تاني، وهيخسر دماغ اللي يقف قصاده، واللي ما يفهمش كده يغور، مش عايز يشوف خلقته تاني. ها قلتوا ايه؟ يا تفضلوا بقى مع المعلم الهزق بتاعكو اللي خد علقه زي الحرام اللي في جامع على ايد صبيان بنته الرقاصه، يا تضموا عليا وتعيشوا باحترام. بس اللي احنا عارفينه كويس انك خلاص سبت كارنا وما بقتش فتوى على نطاط. النتاد بيه ده اولا يا جوهري، ثانيا بصوا على البيت اللي انتوا قاعدين فيه، بص على السقف المدهب، بص كده يا جوهري، بص يا اخويا، بص كده فوق، بص على الاوتومبيل اللي راكن تحت، وانتوا تعرفوا انتوا قاعدين مع مين، والنفوذ بتاعه اللي دخل معلم كل هوزه السجن. انا بعمل ده بس عشان العيشه القديمه مش اكتر. ايوه برضه احنا ما عرفناش هنشتغل معاك ايه. قلت لك يا جوهري ما تجيبش معاك الواد ابو دماغ تخينه ده. معلش رد عليا نخله. كل واحد فيكم هيطبع كارت ويكتب فيه من رجاله النطاط بيه، وهو بعد كده بقى هيعرف يعني ايه الابواب المقفوله تتفتح. انا بفتح كومباني جديد ومحتاج حبايبي معايا. ها قلتوا ايه؟ يعني الراجل كان عنده حق لما قال اننا خلنا العيش والملح. لا حلو، عيش وملح ايه اللي خلناه يا عم سلامه؟ واحنا كنا نعرف اراضيه. جوهري انا اشتغل تحت رجلين المعلم العسال واكلها بدقه، ولا ان الواد اللي اسمه نطاط ده يبقى الرئيس بتاعي. النطاط بيه؟ نطاط بيه يعني. ايوه بلاش الكلام العويل ده عم عنتر اللي ما بياكلش عيش. وبعدين احنا مصلحتنا مع اللي هنكسب من وراه. اه من الجهه دي بقى احنا ياما كسبنا من ورا المعلم العسال. أوه. وفاتحين بيوتنا من خيره. ياما كسبنا يعني، كان زمان يا سلامه. انما دلوقتي ايه الوضع بقى؟ ادينا قاعدين لا شغله ولا مشغله. وبعدين بصراحه بقى وقفتنا ببيت زينات دي بقت عار علينا. او يا جوهري، يعني الشغل مع الانجليز مش عار يا اخويا؟ لا ده موضوع، ده موضوع يا عنتر. اه
وبعدين بقى يا اما نبقى مع العسال اللي مش لاقي شغلانه ونجوع، يا اما نبقى مع النطاط بيه. وسيبكم بقى من موضوع الوطنيه اللي ما بتاكلش عيش دي يا اخوانا.